وش 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 ودكم المسابقه؟ حركيه ولا اسئله؟ حركيه. لا 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 الرجال ذا شكله شب عنهم. الرجال راقد صح؟ ما شاء الله يا طيبه. ها؟ ما اسئله فيها خيارات. فيها خيارات؟ واحد واحد افضل. مجموعتنا قليل واحد واحد. اسئله. هذا الحين يا الربع باقي معنا 170 نقطة. حلو؟ 170؟ هي 300 ناقص 130 باقي 170. ودكم فريقين ولا ودكم كل واحد نسأله؟ اللي تبغى. فريقين. خلاص جاهز القسم اصلا. اهلك الجلسه دي ولا الجلسه دي؟ خلاص تم. انتم هنا خمسه وهنا لا سته خمسه. طيب اقرب وين؟ ها؟ كيف والله تعبان. سته خمسه. قول عليكم. الحين اقرب عند ابو عبد الله هو يساعدك. لا والله انا تعبان من الحين. قول عندنا القحه كلها صبرنا. القحه. القحه. نكودكم انتقاسم الدرجات بيننا. والله نهبرك حاجة. قل لي يلا يا الربع. ستة خمسة والحين أنتم واحد منكم زايد. خلاص عادي عادي. حكم حكم. ها؟ حكم. واحد يطلع. أنا. أمزح أمزح. أنا اللي بطعان. والله اللي كفو صدق. طيب. القدوعي هذا. القدوعي مواصل. طيب يا جماعة الخير. تبون لازم خيارات ولا مو بلازم؟ مو بلازم خيارات خلاص. مو بلازم؟ لا لا خيارات خيارات. لا خيارات. طيب. لا لا يا رجال قلبه بس. خلاص انا ماني مطلع اسئله بس مع الاسئله هنا ما شاء الله الاعداد عندهم كل شيء. يلا. الاعداد طيب. انشبها لا تاخذ. طيب يا جماعه الخير كل سؤال عليه 10 نقاط ولا 20؟ 20 20 20 20 10 سم. ها؟ من 10 بنخلص من غرب. لا لا ما عليك باقي معنا وقت. يعني 17 من 10 من 10 ها؟ 17 سوا. لا لا خلها 20 20 20 يطلع 8 اسئله كذا. يلا حلوه بسم الله. طيب السؤال عندكم يا الربع ودي بواحد عليكم امر ترشحونه عندك يا ابو عبد الله عشان بس تداخل الاصوات عند الرجال سم ابو اسم الكريم سلطان 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 الهميلي ونعم معك زوج. طيب سلطان عنده اخويا من هو من هو النبي الملقب بخليل الله؟ ابراهيم. ابراهيم 20 درجة. يعطيهم العافية. طيب اعطوني يا ربع واحد ان ترشحونه. يلا يلا عند حسين عند حسين. سلم انا عندي تشير. جاهز يا حسين؟ جاهز جاهز. بدون خيارات ها؟ بدون ما اللي ما جاب على طول ننتقل هناك صفر. والله هناك ما يحتاج. يلا لماذا؟ عطنا سؤال معقول. لا لا ما عليك. لماذا سؤال عندك سهل سهل حول حول السؤال. لماذا سمي سيدنا عمر بالخطاب بالفاروق؟ بعلمك دقيقة. وقف وقف. خلاص تايمر يمشي 15 ثانية لأنه هي يفرق بين الحق والباطل. صح عليك 20 درجة. فريق حسين سلطان السؤال الثاني اعطونا السؤال الثاني. اعطهم عسل ترى ربح حارين وحنا حارين. هاي سلطان لبيه. من هي الله يلبيك من هي الصحفيه الملقبه بذات الناطقين؟ الناطقين في وقت عندي بنت عتبه. ها؟ عطني اجابه ثبت عليها 15 ثانيه. جاوب خلاص ما يا عيال لا تتكلمون انتم. ذات النطاقين اللي ايه؟ اللي شقت ثوبها. والله ما اعلم ما لا لا شقت النطاق بس اني دقيقه بجيك باسمه. اسلم بنت ابو بكر دقيقه عطني اياها ابى اجيك ابا يتحول سؤال الوقت. الوقت الوقت 9 ثواني. الوقت كم باقي؟ 8. عطنا الوقت عطنا الصوت الصوت هنا. اسماء بنت ابي بكر. ها؟ اسماء بنت ابي بكر الصديق. اسماء بنت ابي بكر الصديق اجابه صحيحه. سلام. هنا فريق سلطان 40 نقطة. أنا بس مشكلتي المخ ما بعد اشتغل كامل. إيه تقهو تقهو قهوة قهوة يا رب. عارف حتى القصة. حسين صب القهوة صب. أرحب. الله يبقيك. من أول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصبيان؟ وقف 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 أنا دريب أنا دريب. علي بن أبي طالب. ها؟ أيوه من؟ علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. إجابة صحيحة 20 درجة عند قطع. فريق حسين 20 درجة 40 40. طيب السؤال السؤال الثالث الفريق سلطان وانت سالم. السؤال الثالث
الله يسمع منك. اسمع ودي. لا ت... لا لا ت... انت وقت رمان قامت قامت خلها لين لا انت السؤال عطني اياه. عطنا لا انت السؤال خلنا هب. من اول من اول من اهتم من العلماء بالاحاديث الصحيحه؟ اعرف اسمه. 15 ثانيه. ايه ترى كل مالها الاسئله تصعب شوي. البخاري. البخاري على طول اخر اخر المطاف اجابه صحيحه 20 درجة. طيب فريق حسين السؤال الثالث الفريق حسين السلام يقول عاد عاد السؤال ذا ما يحتاج تشاورح حلوة لا لا عطني عطني سؤال نصيب 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 يا ابو سهل لا يا الربع سؤال سهل والله لا لا عشان عشان نساوي الربع يا ابو سعد ابو سعد انها حظوظ الدنيا وتوافيق لا تدري السؤال وشو ها سهل والله العظيم لا 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 هو هو اخطا هو اخطا ما ادري عاد انا فاهم تدري السؤال وشو اقصر اقصر صوره بالقران ولدي سعد بيجاوب كوثر لا هذا عسل عطنا ايه ها عسل لا ما بعسل سهل ما انت بعارفها طيب السؤال عطنا ايه يمكن اقول فاتح عطنا ايه اسلم ما هو يوم الحج الأكبر؟ ما هو إيش؟ يوم الحج الأكبر ها؟ يوم الحج الأكبر؟ ايه. عرفة على ذلك أبو سعد خذ راح عرفة؟ يوم عرفة؟ أيوه يوم عرفة خلصت كتور ها؟ إيه إيه صح سعد اليوم ما في خطأ يا أبو سعد كلها صح لا والله الخطأ على خطأ صحيحة؟ صحيحة صحيحة لحظة لحظة متأكد إجابة خاطئة؟ ها خاطئ خاطئ ليه تقول لنا طيب؟ إجابة خاطئة فريق سلطان حسين أجاوب هو يوم النحر إي صح وليس يوم عرفة جاوب ولكن خذيت صفر ونعلم غير أنت سؤالنا البسيط لا ما تعطينا يا هذا أنا ما أتكلم العقل طيب على خشمي إن شاء الله بإذن الله الموسم الجاي على خشمي طيب السؤال عند الربع سلطان أنا السؤال الرابع عندنا الحين ما هي السورة عد ما هي السورة التي ما هي السورة التي كانت سبب في إسلام عمر بن الخطاب؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. صح صح قبل أمس نقول القصة. وش السورة؟ سورة طه. إجابة صحيحة فريق سلطان. يا سلام. 60 درجة عند فريق السلطان. باقي فريق حسين 40 درجة. طيب السؤال. هذا رابع سؤال نجاوب عليه صح رابع سؤال نجاوب عليه صح لا يا رجال ثالث ست ست ستين الحين ستين تراه بخصم إذا تقولها ثاني مرة شيء ستين أربعين ستين أربعين أيوة عطنا سؤال معادلهم أي أي هذا الرابع هذا الرابع تبي الحق ستين أربعين تبي الحق الحق ينقال ثمانين إحنا أربعين أيوة والله آه معلش ثمانية 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 عندك لا والله أنا أخذ يا كنترول لا أعطونا التكفون ركزوا زين زين ثمانين أربعين آسفين يا الربع بس الكنترول قال لي ستين ثمانين طيب ما هي السورة التي تعادل ربع القرآن الصوت يا الربع بس بس بعلمكم إيش الإخلاص الاخلاص الاخلاص جوابنا قل هو الله احد ها الله يجزاك خير قل هو الله احد صح الاخلاص الاخلاص نعم اثبت متاكد اي 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 لا ام خطا لي بدخل لا لا اثبت هم هذه متاكدين منها صحيح اجابه خاطئه للاسف هذه الاخلاص ثلث القران وليس ربع القران أنت تقول ثلث القران ربع القران وليس ثلث القران طيب انت انت ثلث انا قلت الربع الكافرون ثلث الإخلاص السؤالي وش كان الإخلاص والكافر ربع أنا سؤالي ربع حلو أنت قلت ثلث أنت قلت ثلث والله أني قال ربع أرجع اليوتيوب أبو سعد أبو سعد أبو سعد قال الربع والله لا أنا ما في شيء اسمه عند السؤال لا لا أبو سعد خلاص أبو سعد خلاص إجابة خاطئة يا سلطان طيب حنا جاوبنا السؤال الخليل إبراهيم عليه السلام وجاوبنا السؤال ذات النطاقين سؤال البخاري وسؤال اسماء بنت ابي بكر اربع اسئله من 20 طب انا قلت خلاص ثمانين وهذا الخامس الجواب ايه غم منكم فريق حسين للاسف اجابه خاطئه ايش الاجابه طيب الاجابه الكافرون هذا اللي زلقني وذا انا ما كنا الله يغنيك طيب السؤال عند فريق سلطان والله قوم اذا صح صوت صوت يا الربع الصوت صوت يا الربع ما هي الصوره التي تسمى بالفاضحه
بايش؟ بالفاضحة. الوقت. الوقت ما نسمعه. صوت الوقت. صورة أحد الجواب. 15 ثانية ها؟ لا لا. المنافقون. رب القرآن والله ما أعرف. ثبت. إجابة خاطئة. صورة التوبة. والله ما بغيت أقول. الله 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 يوم. الله ينصر دائما مظلومين. الله ما. فك بودهم شيء الربع. نعطيهم الحق بقول 40 نقطة معكم ويحسبون وراء. بيض الله وجهك. يلا سلام يلا. سادة الحين عند فريق حسين. يلا. لا عاد حد يجاوب. ما هي الصورة التي يطلق عليها قلب القرآن؟ هذا تعويض السؤال اللي قبل. ثواني. قلب القرآن. ما تعرف؟ لا. تعرف؟ الحين قال خلاص. عطنا الوقت عطنا الوقت الوقت الوقت. والله تأخر أبو سعد. على طول أنت. لا مو كذا. أعوذ بالله. يا سلطان. سام. بحق الخوة. الخوة سلطان. خلاص انتهى الوقت. عطني إجابتك. البقرة. يا أخوي كلك. الكهف الكهف. ها؟ الكهف. والله مي بالكهف لكن يلا الكهف. لا البقرة ولا الكهف. حنا بنشوف الصورة اللي في النص شكلها ياسين 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 الله يتذكر ما خلاتنا نكمل جواب بعدين مو بالبقرة البقرة أنا عندي مشكلة في القاء بالله عليك طيب السؤال عند سلطان عند سلطان مدعي مو مدعي بالله راح منك أنت بتنكب الرجال طيب 40 درجة عند فريق حسين وفريق سلطان ثمانية يعني سألتكم يا عيال طيب. شو نسوي أسئلة صعبة فريق سلطان يقول سؤال ما هي السورة التي تسمى بني إسرائيل كلنا عملنا فيك يا سلطان الله يستر عليك يصير اسمه خلاص انتهى خلاص انتهى التغابن لا انتهى الوقت ما حتى انت وانت حتى انت ما انت بغيت تقول اجابه ما انت واثق من نفسك اجابه خاطئه وش يا عيال الاسراء صوره الاسراء لا لا انا بسال من طيب. واحد واحد سؤال عند حسين فريق حسين تفضل يلا اسلم بسط له السلام والله قويت والله كلها حلوه يا اخي لازم نتعلم يا اخي القران لازم نتعلم طيب انا شفت الاسئله هذه كلها اجاوب عاد من المتوسط ان شاء الله يهديكم اسلم عطنا السؤال شكلي بوجه السؤال لك هاشي وجاوب فيها طول السؤال انا ترى الرجال حقك علينا ما هي العباده التي يقوم بها ما هي العباده التي لا يمكن هذا عطى قصه يا ابو سعد ارحب يا ابو جاسم سلام ارحب مرحبا ومسهلا ارحب مرحبا ارحب يا ابو جاسم تهجد تهجد ساك الله بالخير يلا حيه شلونك ساك طيب الله يطول عمرك مرحبا بك سعود الجوزة كيف حالك عساك طيب صح النوم صح ودنك الله يحييك طيب سعود الجوزة ينضم مع خلاص الحين اكتمل الفريق ستة ايوه ايوه ستة هنا وستة هنا طبعا الدرجات كلها نهاية لا تقسم طيب سؤال عطني اياه ما هي العبادة التي لا يمكن أن يقوم بها؟ كمل. أنا اللي أكمل. ما هي العبادة التي؟ أسلم. يا أخي إيش فيه الصوت يقطع عندكم؟ عطوني السؤال واضح ولا توقفون؟ عطوني السؤال كامل. ما هي العبادة؟ والله المعدة هنا ما أدري إيش وضعه. ها؟ اي واضح انا نسمع كلنا الملايين كلهم يشاهدونك ها ما هي العباده التي لا يمكن ان يقوم بها اكثر من شخص في وقت واحد والله انها طول السؤال سريع يا رب سريع اعطونا لا توقفون اعطونا سريع تكفى عده علينا السؤال علينا لا وقف عده علينا والله ما فهمنا طويل السؤال عطاك قصه هذا مو بسؤال ما هي سؤال سؤال ها يا اخي السؤال واضح ما هي العباده فيها اكثر من شخص في ان واحد يعني ما يقوم بها الا واحد والله رب العباده حول السؤال لا علينا لا لا وقف 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 والله سهل والله ابو سعد انا اجاوب حتى لو ما اختصر لك سؤال لا لا مو ايوه اختصر التايم خليني اوقف شوي ها اختصر السؤال اختصر السؤال اصبر وقف التايمر ما هي العباده التي لا يمكن ان يقوم بها الا شخص واحد صح
اي شخص واحد بس الصلاه اذا ما جاوب حول عاد هي عباده اي نعم عباده ما يقوم بها الا شخص واحد امام المسجد لا 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 ما بدرجات بس بجاوب سلطان علم اخوياك تكفى يا سلطان لا تقهروني لا تقول لي جاب والله اجاوب يا ابو سعد لا سلطان مو عندكم سلطان اعطوني اجابه جاوب طيب وانا بجاوب اعطوني اجابه اخيره الدعاء كيف استغفر الصلاه على النبي اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله الحجر الاسود تقبيل الحجر الاسود ما تقبيل الحجر الاسود اني ابغى اقول الصلاه على النبي وتقبيل الحجر الاسود الله يطول عمرك والله كيف الاستغفار تراني اقول صلوا على النبي انتم عادكم على الاربعين ما بعد تغيرت يا ابو سعد اني اقول الصلاه على النبي ابغاكم تقولون اللهم صل على سيدنا ما اقول الحجر الاسود جزاك الله خير كذا نيتك صح صح طيب السؤال عند فريق سلطان والله ما اعرفه اخطا البعض اسلم والله فريقي ما عنده ثقافه اعطونا السؤال ايش بك صدرك؟ ريان تبادل لا خذ عبد الله طيب انا بعطيكم السؤال من عندي ما هو لقب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما لقبه؟ زوجات الرسول حلوه الدنيا دواره حول السؤال علينا ها؟ ما هو لقب زوجات الرسول؟ لقب زوجات الرسول امهات المؤمنين اجابه صحيحه مية درجة الفريق سلطان 80 و20 مية ورا صح طيب أجل العشرين قد هلنا لا لا صح إنه طيب. 60 طيب. سلطان معها جني ورا الكنابير سله قل له إلهي طيب سؤال هذا لكم ما شاء الله ما هو الحج الأصغر قد قلنا قبيلة الأكبر لا 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 الأصغر إيه الحج الأصغر إيه يوم ولا الحج ما هو الحج الأصغر الحج الأصغر العمرة سهل والله ها وش قلت العمرة أيوه إجابة صحيحة سلام يا رجال 60 درجة كانك قد ترددت وكذا سؤال زيه سؤال الجني جاك حسين سؤال زيه إنه زرق علي من نيل كم باقي نقاط طيب ما هو الطائر الذي تكلم كما ذكر في كتاب الله تعالى الذي تكلم كما ذكر في كتاب الله نعم هاك هدهد الهدهد إجابة صحيحة اللي جاء النبي الله سليمان 120 درجة مسلح يا سلام يا لبي أبو جاب اللي تبين نقوله بس طيب السؤال عندنا السؤال يلا عطنا السؤال لحظة يا شباب خلصت الأسئلة إيه ايه توصلنا 200 هنا 120 وهنا 60 ايه نبغى نتحداهم يحطون نقاطهم احنا نحط نقاطنا التحدي يا نسلبها منهم وش التحدي؟ لا الحلقه اللي راحت حلو شلوا حقتنا ولا نشل حقتكم؟ خلاص؟ اي والله لا صدق انتهت؟ باقي 10 طيب باقي وقت يا ابو ولا اخر؟ لا انتهت وقت باقي 120 ها؟ باقي وقت لا خلاص انتهى طيب خلصت يا جماعة خير ما عاد في شيء يمين يسار طيب في زايد 10 الحين عطنا اياها طيب خذها منهم اي منهم هنا يا جماعة الخير فريق سلطان خذوا 120 نقطة توزع بينهم الستة كم تطلع 120 تقسيم 6 كم تطلع 20 كل واحد 20 نقطة حلو قلنا كل واحد 10 مع سعود ها اي وحنا كل واحد 10 وانتم كل واحد يا جماعه الخير 10 نقاط انتهت الاسئله وبيض الله وجهكم على كل وجهك يا طال عمرك الله بالخير يا استاذ يلا حيه كيف حالك عساك طيب عندك بيتين ها لا والله ما يحضرك شيء توني قايم من النوم توك قايم ما بعد روقت والله يطول عمرك تعبان ابو جابر جالك ما تشوف شر يا حبيبي ما تشوف شر يا مرحبا ومسهلا انت يا ابو سعد انت اللي طربنا ايه والله ما عندي ايه انا طلبتك بدايه الحلقه يا ابو سعد انا حلقي وجاي انا من يوم اغني معكم يا اخوي محاور لا احنا معفينا يا شاعر